بعد هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل يجوز أن تذهب المرأة للطبيب مع وجود طبيبة في نفس التخصص؟ لا يجوز للمرأة أن تعالج عند الطبيب الذي يطلع على شيء من جسمها مع وجود طبيبة من النساء، فالنساء تعالج عند الطبيبات من النساء، والرجال يعالجون عند الأطباء من الرجال، حفاظا على الحياة والحشمة وابتعادا عن الفتنة. إنما يجوز للمرأة أن تعالج عند الطبيب الرجل عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة مختصة، بشرطين: أن تبلغ الحالة حالة الضرورة، ثانيا أن لا يوجد طبيبة مسلمة، ثالثا أن يقتصر الكشف على موضع الحاجة، على موضع الحاجة للعلاج. نعم. يحفظكم الله، ذكرتم الطبيبة المسلمة، إذا لم يوجد إلا طبيبة ولكنها غير مسلمة. ولو كان إذا من لم يوجد طبيبة مسلمة يجوز العلاج عند طبيب أو طبيبة كافرين للضرورة. الله المستعان.